عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. لا من جاء ولا من جاء بك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا ومولانا نسألك يا الله، يا قدير، يا رحيم، يا غفور، يا ودود، يا مجيب، يا قريب، يا الله. اللهم إنا نسألك في ختام رمضان، يا قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يا قريب، يا مجيب، يا سميع، يا بصير. نسألك باسمك الأعظم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا صلى الله عليه وسلم فنصرته، يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا في زمرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من ناصري سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب يا رب. اللهم اعدل تبصيرنا تجاه حبيبنا محمد، اللهم ارزقنا اتباع سنة حبيبنا محمد، اللهم دافع عن سنة حبيبنا محمد، اللهم دافع عن سنة حبيبنا محمد. إلهنا ومولانا، اللهم لا
يا غفور يا رحيم. إلهنا في هذه الليلة نسألك أن تشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم شاف جميع مرضى المسلمين، اللهم داوهم بدوائك، اللهم شافهم بشفائك. إلهنا منا في هذا الجمع من يشكو من مرض أو مرض أحد والدين، إلهنا مولانا قلت وقولك الحق، وإن يمسسك الله بهم فلا كاشف له إلا هو، يا شافي يا كاشف الضر، أسألك يا رب في رمضان يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، اللهم شافي وعافي يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحام مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنان والتراب، واهدنا ربنا السميع العليم، وتب علينا يا